واصلت اجهزه وزاره الداخليه جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الانتاج الزراعي والداجنيه والجرائم التي تدور بالبيئه، حيث شنت الاداره العامه لشرطه البيئه والمسطحات حملات تفتيشيه مكبره. في هذا الاطار نجحت خلالها في تحقيق العديد من النتائج الايجابيه، نستعرضها في التقرير التالي. تواصلت الجهود الأمنية للتصدي لجرائم الغش التجاري وكل ما يضر بالبيئة والصحة العامة، فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مصنع وثلاثة متاجر ومجزر وثلاجة بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن دمياط بإجمالي مضبوطات 46 طن أعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر و11.5 طن مواد خام ومنتجات فايبر مغشوشة ومقلدة ونصف طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي وقرابة 4000 عبوة مواد غذائية. كما نجحت في ضبط 4 مصانع ومجزر وثلاجة بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن الشرقية بلغ إجمالي المضبوطات 2000 طن مستلزمات إنتاج زراعي مجهولة المصدر ومغشوشة ونحو 577 طن بويات ومواد كيميائية مجهولة المصدر وقرابة 11 طن لحوم ودواجن وأسماك ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي. الإدارة تمكنت خلال عملياتها بنطاق مديرية أمن الجيزة من ضبط مخزنين وشركة بدون ترخيص بداخلها أكثر من 5 أطنان مواد غذائية و64 طن بلاستيك و15 طن منظفات منزلية مجهولة المصدر. كما تمكنت الإدارة من ضبط مصنعين بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية بمضبوطات تزن 2000 طن مواد خام ومنتج نهائي وأسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات كبرى متخصصة في هذا المجال. وبنطاق مديرية أمن القليوبية نجحت الإدارة من ضبط مخزن وثلاثة متاجر ومنفذ للأعلاف والأسمدة الزراعية بدون ترخيص بداخلها كمية تزن 19 طن أعلاف حيوانية وأكثر من 44 طن أسمدة زراعية بدون ترخيص وضبط مصنعين ومخزنين بدون ترخيص للمواد الغذائية حيث تم ضبط أكثر من 37 طن مواد خام لمواد غذائية. وبالقليوبية أيضا نجحت الإدارة في ضبط 4 مصانع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المشتقات البترولية وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية بمضبوطات بلغت نحو 88 طن مشتقات بترولية و22.5 طن مخلفات بلاستيكية. كما تم ضبط 19 طن مخلل داخل مصنع بدون ترخيص للمخللات. وخلال حملات شنتها الإدارة بنطاق مديريات أمن الجيزة والقليوبية والإسماعيلية نجحت في مجال حماية البيئة من ضبط 4 مصانع وشركة بدون ترخيص لتصنيع غراء الأخشاب وتدوير المخلفات البلاستيكية بمضبوطات تزن 33 طن غراء مغشوش ومقلد و232 طن إضافة إلى مليون ونصف قطعة مخلفات بلاستيكية ومصنعاتها مجهولة المصدر. وفي مجال حماية الثروة الزراعية تم ضبط شركة بدون ترخيص للأعلاف الحيوانية وسيارتين بمضبوطات تزن 42.5 طن أعلاف حيوانية بدون ترخيص ومجهولة المصدر.